حياكم الله من جديد مشاهدينا ومستمعينا في إنجاز يعد الأول من نوعه. نجحت تجربة سريرية أقيمت على 18 مريض مصاب بسرطان المستقيم، حيث شفي كافة المرضى بالكامل بعد استخدام عقار يسمى دوستار ليماب، هذا لمدة 6 أشهر، وتم إعطائهم الدواء كل 3 أسابيع لمدة 6 أشهر، وتكلف كل جرعة نحو $11,000. ويعمل هذا العقار على كشف الخلايا السرطانية وتدميرها عند التعرف عليها تغريد. صحيح عبد العزيز، حيث نقلت صحيفة نيويورك تايمز عن طبيب الأورام في مركز ميموريال سلون كيترينج للسرطان وأحد الباحثين الرئيسيين الذين أعدوا الورقة البحثية، قوله أن المرضى لم يعانوا من أي آثار جانبية مهمة خلال العلاج. ومع أنه هذا النجاح الواعد اللي نتج عنه الشفاء لكل المرضى، أشار بعض العلماء إلى ضرورة التوصل إلى النتائج الواعدة نفسها في بحوث أخرى ومع عدد أكبر من المرضى.